سيالة، ورقة بيضاء كافية لاتخاذ قرارات في قطاعات عدة حسب فتح بوغالم من بلدية المالح أو المعروف بكوميسار البحر، راغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفي برنامجه مجموعة من الأفكار. درك ما نهضرش صرفت على الجزائر والعباد، بالنسبة للرسائل غير ربي يعرف شنو ندير. هادي ما تعرفش اللي ربطني اختي وما تعرفش، كانت ترقد وانا مخي يخدم غينا وربي نعرف شنو نزيفط. خذ كيما حكيت في كلش، ما خليت دو حكومة، ما خليت دارك، ما خليت، ما كنتش عدو، كنا حوس نصفوها رجال. تخدم نيشان، تخدم نيشان تدي حقك في كلش، ما خليت فلاحة، ما خليت في كلش، كلش هدرت عليه في الفلاحة. واش في الفلاحة اش غادي نقول لك؟ درنا تدعيم في الفلاحة، الناس اللي خرجت لونسياج في الفلاحة، بغى ماتريال عاتاد، بغى أي حاجة، كانت فكرة تاعي. كوش درتها أنا؟ لا قلت لهم فخامة وداروي أمداني والمصالحة والروح، كوش درتها أنا؟ معناتها درت كلش. محفظته ولباسه المميز لا يفارقانه أينما ذهب، وهو يقوم بتوزيع استمارات ترشحه. ترى لي كوميسار تاع البحر، ماشي معناتها محافظ البحر. كنت نجيب الكوستيم، الناس تجيب الشورت وانا نجيب الكوستيم، نبقى ندور. الحرقه كان حاجه، لا هما يحرقوا كيما يقول لك يخلص 70 مليون ولا 100 مليون يحرق وزيد كيموت، الدوله تخلص عليه 100 مليون تولي في 200، غينا ندي 200 مليون. لا يمهلهم ودي لهم وزين ولا شركه يخدم فيها بلا ما يموت. ودرهم الحرقات لا يموت. لا يمهم. يقول أنه اتخذ قرارات فأصبح سيدها وجاب البحر بالكوستيم فأضحى مديره، والآن يرغب فتحي لتفتح أبواب قصر المرادية له فيصبح رئيسا للجمهورية ويكون قد حقق ما أراده.